نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، مشرف. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كابتن ايمن، مبروك النادي الاهلي على الاداء والنتيجه والروح، وهارد لك لنادي الاتحاد المنستيري. نتمنى طبعا موسم طيب لكل عناصر اللعبه، وبدايه النادي الاهلي النهارده ابتدى بدايه طيبه. نتمنى ان شاء الله الماتش الجاي يؤدي اداء بنفس الاداء النهارده اللي عمله. كابتن ايمن، النهارده طاقم تحكيم جزائري لحلو بن برهام الحكم الجزائري، اعتقد مباراه يعني ما كانش فيها كابتن عادل صعوبه، مباراه سهله جدا، ما فيش اختبارات. كمان يا كابتن ايمن يعني اللعيبه كمان في ميدان اللعب ساعدوه كابتن اسامه على ان هو يؤدي بشكل وهو فيه ارتياحيه. ولكن انا النهارده كابتن اسامه بشيد بالحكم المساعد رقم واحد اللي هو اكرم الزرهوني، اللي هو اشار باستمرار اللعب في الهدف النادي الاهلي الاول. تميز كابتن ايمن، تميز الحكم المساعد. خلي بالك لعبه يمكن كتير ما خدش باله منها، هنشوف اللعبه في اول حاله معانا، ان دي اهم حاله موجوده معانا، وسمح باستمرار اللعب. بس انا كمان بشيد بمين؟ بمحمد عبد المنعم، اللي هو كان عنده توقع ويقظه لانه لحظه اللعبه كان في موقف سليم. خلينا نحكي في اللعبه كابتن. هنا انا معايا هنا يمكن دي اللقطه الاولى كابتن ايمن. هنا حسام حسن في موقف تسلل، خلي بالك. هنا اكرم المساعد رقم واحد هنا قربت كويس قوي، حتى ما بصش هنا كابتن، هو بيلعب على السمع كابتن اسامه، الكوره بتطلع هو رابط كويس قوي، ساعه الكوره ما تطلع الموقف اللي هنا. خلي بالك لو الكوره اتعملت مره واحده لحسام حسن وتدخل في اللعب كان ممكن الحكم يشير على التسلل. ولكن هنا شوف دقه الحكم المساعد، رغم ان هنا ما فيش تقنيه الفيديو، نشوف الصوره الثانيه. هنا كابتن، هنا محمد عبد المنعم لعب الكوره خلاص براسه، وحسام حسن هنا لم يتدخل باي شكل من الاشكال مع حارس المرمى، سواء بالتاثير او بحجب الرؤيه او 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 بالكلام ده. عشان كده انا بشيد بثلاثه، المساعد رقم واحد في ان هو خلى اللعب يستمر وهدف صحيح 100%. هنا كمان محمد عبد المنعم كان عنده توقع ويقظه، وحسام حسن كان عنده ذكاء ان هو ما تدخلش مع حارس المرمى. خلي بالك ده ذكاء من حسام حسن. دي لقطه طبعا تحسب للحكم المساعد. خلي بالك وكمان ما فيش تقنيه الفيديو كابتن احمد، يعني بنقول ده هو نجم المباراه الحكم المساعد رقم واحد. خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. هنا طبعا هنا بكلم الحكم الجزائري ما تاخدش بالشكل، يعني في كذا لعبه النهارده كابتن ايمن يعني صفر عليها، سواء بقى عكسيه او فاول عكسي او انذار. لا خلينا هنا الكره لم يعني تلعب باليد، ولكن هنا اصطدمت بلاعب النادي الاهلي في الجنب، وبالتالي هنا وحسب هنا مخالفه، هنا المخالفه مش موجوده. الحاله اللي بعد كده، هذه اللعبه كابتن احمد خلي بالك مهمه جدا جدا جدا، ويمكن هو محظوظ لان دي جت لقطه واحده بس واعاده واحده بس، ما جاتش تاني غير اللقطه دي يا كابتن، اللي هي من ورا، اللي هي الايد، اللي هي الايد. ايوه، اولا الحكم هنا المفروض في كره ثابته، خلي بالك خد زاويه عشان تقدر تشوف الحائط الدفاعي. هنا هنا كمان القفله بتاعه الحائط الدفاعي قفلت عليه كمان وما شافش، ولكن في نفس الوقت خلينا اقول ولا هي باينه الايد كابتن اسامه خارجه ولا الايد خارج الجسم. هنا مش باينه خالص، هي دي اللقطه الوحيده مش باينه هل كان في مخالفه ولا لا. وانا طبعا همشي هنا كابتن احمد مع قرار الحكم ان اللعب يستمر، لان انا شايف ان الايد هنا حتى كمان في نطاق الجسم، لو اتشالت الايد يا كابتن عادل هتروح الكره فين؟ هتروح في صدره، على صدره. ولكن بعكس لو الايد كانت خارجه كنا هنقول في مخالفه لمس الكره باليد. الحاله اللي بعد كده، هنا ادى انذار لمحمد عبد المنعم، طبعا انذار طبعا هو ظلم فيه، لان محمد منعم رجليه راحت على الفاضي، ما لمستش خالص اللاعب. ولو عاوز تحسب فاول هنا يعني الاثنين رافعين رجليهم هتحسب فاول على مين؟ ولكن هنا للاسف هو برضك خد بالشكل، وهنا انذار، انا بعتقد انذار كان قاسي جدا، غير مستحق، غير مستحق لمحمد عبد المنعم، لان هو لم يرتكب اي مخالفه تخص التهور. اللي بعد كده، حاله من الحالات المفروض انا النهارده حكم جزائري الف ب خلاص، ان اللاعب هنا جزائري التونسي بيشد او بيعطل الشناوي ومسكه اكتر من مره، ده شد شادد يعني ايه؟ عارف كابتن ايمن
لو شديته سبت خلاص وهو صح. عدى خلاص مش انك ده انت مصر على مزبوط. انك انت تشد وتعطل اللعب. وهنا طبعا كان انزار يجب انذار لاعب الاتحاد المنستيريا ولا طبعا لم يشهر البطاقه الصفراء. الحاله بعد كده نفس الشيء هنا حسب مخالفه على لاعب الاتحاد كره تصطدم في صدره. يعني انت يعني دي نصيحه للحكم زي ما تخش بالشكل وخلي بالك دايما تبقى موجود عشان تقدر تشوف هو مش موجود في حيز اللعبه كده خالص مش موجود خالص مزبوط. فهنا مخالفه يعني اعتقد مش موجوده وهنا حسب مخالفه نتيجه لمس الكره باليد. القرارات غير المؤثره دي يا كابتن يعني بتقلل من تقييم الحكم برضو جدا يا كابتن. شوف دي حتى لو غير مؤثره بس كانت هي غير مؤثره بس مجمل المباراه انا كمقيم قاعد باخدها عليك. اولا انت فاولات عكسيه قرارات ما فيش فيه مخالفات حاجات كده انذارات بتطلع بالخطا كل ده تقييم بنخش تحت بند يا كابتن ايمن اللي هي تقديره للمخالفات والعقوبات الانضباطيه. دي يمكن افضل حاجه الحكم ايه؟ ان هو يكون شاطر في ايه؟ في المخالفات وحساب المخالفات، لما انت النهارده اكتر من مره تحسب مخالفه غلط. تعالى هنا برضك نفس الشيء الملعب واسع يا كابتن ايمن، عندك اكتر من مكان تروح فيه. مفيش حد ضغطك ومش جميل وسهل وكده، لا انت برضك ما عندكش توقع ولا قراءه للعب. يعني اللعب هنا انت رحت رايح في محيط اللعب وبالتالي هنا انت عملت مشكله للعيبه هنا. يعني اتمنى ان هو الحاجات ديت يحاول ان هو يطور من ادائه فيها لان دي بتاخذ عليه لو المباراه صعبه شويه هتبقى عنده مشكله في الضغط النفسي. يمكن في حاله بعد كده لو هنشوف تمام. بشكل عام كابتن القرارات لم تؤثر زي ما قلت يمكن النادي الاهلي سهل مهمه طاقم التحكيم. ايضا برجع واقول ان المساعد الاول هايل 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 اللي هو المساعد الجزائري التونسي الجزائري اللي هو سمح باستمرار اللعب في هدف النادي الاهلي الاول هدف صحيح ولا يوجد تسلل. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. شكرا كابتن. شكرا كابتن.